make, do. شو الفرق بيناتهم؟ نستعمل make when we are doing something new. بس نكون نحن عم نبتكر أو عم نعمل شيء جديد, we use make. For example, make breakfast, make a mistake. نحن عم نعمل شيء جديد وبالتالي نستعمل make. However, do نستعملها for existing tasks and activity. يعني للأشياء اللي هي أصلاً موجودة بحياتنا أو للactivities النشاطات الموجودة بحياتنا اليومية نستعمل مع do. For example, do homework or do your homework or do the laundry. هو اللي أصلاً موجودين بحياتنا اليومية مش عم نعمل شيء جديد فيهم, لهيك نستعمل do. لكن هلا نرجع نعمل خلاصة صغيرة للفيديو. make بنستعملها بس نحن نكون عم نعمل شيء جديد. حتقولوا لي انه breakfast منه شيء جديد, ولكن انتم هلا عم ترجعوا تعملوه عن جديد, عم تصنعوه عن جديد, so you make breakfast. ودو بنستعملها للاشياء اللي هي اصلا موجودة بحياتنا وعم نرجع نعملها.